سيداتي نساتي سادات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ معاكم محمد زرزاجين في مفيش توك، حلقه جديده من يوميه سمكاوي الجزء الخامس. النهارده محمد وايلد نازل من السويس، عدى على خالد طاهر وقال لي يا محمد تعالى. قلت له يا عم بلاش عندي مشوار. قال لي تعالى. رحت عند خالد طاهر وخدنا قعدتنا، وبعد كده ببص فوق لقيت عند خالد طاهر حوض مربع كده اللي هو 36 في 36 في 36. فا يا خالد انا عايز اعمل حاجه بلاك ووتر. قلت له طب انا عايز احط فيه زلط، لقيت عنده شلف فيه زلط كتير كده. قال لي طب ما تعمله حاجه اسمها ستريم تانك او حوض التيار بتاع النهر، لما بيبقى فيه حته فيها التيارات اللي قبل الشلال دي بيبقى ليها شكل كده خاص معين. خدت زلط، خدت حوض الساعه 2 بالليل. عارف انت الناس اللي بتبقى ممكن تفتح التلاجه كده وتقوم تاكل فجعه بالليل؟ انا بقى بعمل حوض بالليل، فجعه بالليل بس حوض يعني. فتعالوا نعمله سوا. كنتش مقرر ان انا اصور الميكنج، بس هاخدكم معايا بقى الجوله دي، نعمله سوا، نحط ديكورات ونملاه ميه ونشوف النتيجه تبقى عامله ازاي. نشوف الانترو ونخش على التفاصيل، يلا بينا. سيداتي انساتي سادتي، انا دمرت الدنيا يعني تقريبا كده، الدنيا مبهدله. وها هو الحوض، حوض مكعب. انا يعني من كتر ما انا عايز احط حوض جنبي وانا شفتوش انتوا العسل الصغير ده حاطط فيه سمكه فايتر، بس هي عامله عش ومش باين. والحوض بتاع الجمبري والحوض بتاع النهر، او زي ما بيقولوا كده ايه، التيار النهري او الجدول اللي فيه تيارات عاليه شويه، فبيبقى شكله كده، بيبقى قاعه رمله. جايب شويه حاجات كده لقيتها عند خالد بالصدفه من اللي تحط في الحواض المالحه، عامله زي برضو الحاجات اللي بتبقى في القاع بتاع النهر، الزلط الصغير ده. هنشوف هنضيف الكلام ده ازاي، لكن الستايل ده انا متشوق جدا ان انا انفذه، متشوق جدا ان انا اعمله، ونشوف النتيجه في الاخر فعلا هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. تعالوا انا لما اخترت صخره كبيره تبقى مين فيو، وشويه صخر صغير او زلط صغير حواليها. طبعا حاطط شبك بلاستيك. انا خايف جدا على الحوض على فكره، انا لا اخفيكم سرا والله العظيم انا خايف املاه. لما دي ريحت على الازاز حطيت حاجه كده زي قماش اللي كنا بنحطه في الحوض ده لما اسامه فاروق جالي، في الحتت اللي مرتكزه عليها الصخره، فالصخره اصلا مش مريحه لا على الازاز، وتوزيع الاحمال كويس على الظهر. وانا حاطط من القماش ده تحت طبعا الحوض كتير، بحس ان انا اغطي اكبر كميه، بحس ان انا اعمل سيفتي. فانا مقلق ستيل برضو، بس يعني ربنا يستر ان شاء الله وتعدي على خير. تعالوا نحط الرمل ونشوف الشكل بقى عامل ازاي. طبعا سامحوني النهارده بقى انا بصور لوحدي، ف يعني مش احسن حاجه، بس ربنا يكرم ان شاء الله الناتج يطلع اللي احنا متوقعينه واللي احنا عايزينه، واهم حاجه الحوض ما يحصلوش اي حاجه عشان ما يبقاش تعبي راح في الارض، وانا ما ازعلش والكمبيوتر اللي تحت الترابيزه يزعل، وكلنا لا قدر الله نزعل فيها دي. ده رمل عجمي، او هو يعني اخشن من العجمي شويه، لقيته عند خالد طاهر برضو، اعتقد انه ينفع البروجكت ده جدا. لكن طبعا زي ما انتم شايفين ان هو مكتل لسه، فبعد ما املى الميه الرمل ده هينزل في الفراغات كلها، فهبتدي اوزعه ساعتها ونشوف الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله. يعني ابتدي احط بايدي انا بقى ورا كده عشان الارتكازات دي اللي مهمه، يعني كأن الصخر ده مدفون شويه كده، هيبقى شكله حلو قوي. والرمل عامل زي التلج اصلا، معرفش ده نوع رمل غريب جدا، ده انا معرفش جدا، مش عجمي حتى، ده حاجه اخشن منه شويه. اعتقد ممكن يكون مستخدم في المالح ممكن، معرفش مش عارف. عموما حطينا رمله، لازم نملى شويه ميه بقى عشان الدنيا ايه تبان اكتر، ونشوف هل هنحط الصخور اللي عامله زي الحاجات المشكله الصغيره دي ولا لا. جبنا الخرطوم، نبتدي بقى ايه نوزع الرمله، لسه هتبتدي تنزل تحت كلها، الشكل بقى ايه هيبان
لما نبتدي نوزع في الرملة دي. انا متحمس جدا، مش عارف باين في صوتي ولا لا، يعني انا عايز اشوف الشكل، انا نفسي عايز اشوف الشكل بصراحة. الجزء ده مهم جدا، ما الرملة توزع فيه. الرملة دي قعدت اغسلها ساعة مثلا. خالد قال لي انخلها، قلت له ما عنديش منخل، قال لي خلاص بقى استحمل. اعتقد كده ايه شكل ال، بص هو يعني اللي انا شايفه احلى بكتير من اللي شايفينه، ما اعرفش ليه يعني، ما عنديش فكره ليه بصراحه، بس انا شايف ان هو ممكن تحط له الصخور الثانيه تلطقه شويه او تدي له حياه. فتعالوا اخدكم بالبتاع، بص شكلها حلو يعني. فتعالوا نرفع برضو الكاميرا شويه بحيث ان انا اصور لكم من زاويه احسن. من فوق كده يبقى الطف كتير. شايف قصه اضافه حاجه على الشكل ده هل هتبقى كويسه ولا لا؟ اعتقد انها هتبقى كويسه، بس انا مش عايز ادفن الصخور تحت. ف تعالوا نجرب. ربنا يستر. بسم الله. يعني يعني نطقت الدنيا. البياض الرهيب اللي كان موجود ده قل شويتين. ف هنحاول برضه ايه اوزع بالعقل بحيث ان هما يبقوا متمركزين حوالين اكتر الزلط. هل هنزرع الحوض ده؟ احط له في السيناريو يعني 90% الحوض يبقى في السيناريو. انا شايف ان كده كفايه اصلا. البي اتش هيبقى عالي قوي في الحوض ده. فانا شايف ان كده كفايه. تعالوا بقى ايه نجيب الهولدر بتاع الميه اللي هو بنعلق عليه الخرطوم الجميل ده، ونملى الميه ونشوف النتيجه بعد كده. يلا بينا. كات. هايل يا فنان، الحوض اللي انتوا شفتوه ده حضراتكم فتح وغرق الدنيا كلها. انا بكلمكم بعد 3 ايام من ما انا عملت الحوض وعدته تاني. عملت نفس الديزاين ونفس كل حاجة، بس ريمون سامي واحمد صديق صاحبي جم يعني بصراحة لمينا الدنيا، كانت الدنيا مبهدلة خالص. وبعد كده عملنا الديزاين مع ري تاتش، شكله حلو قوي. هكلمكم دلوقتي عن الحوض، بس هنصحكم نصيحة. الحوض فتح بسبب ان الزلط المحطوط جواه كان تقيل جدا، الحمد لله انه ما كسرش. انا المفروض كنت جبت حوض 8 ملي و 10 ملي مش 6 ملي، وستيل بنصح الناس ابعد عن الحوض 6 ملي تماما. الحوض 8 ملي ده من تقفيل ايد خالد طاهر، هوريك اللزق بتاعه اصلا تقدر تقعد تتفرج عليه يعني. ما شاء الله النتيجة مختلفة حلوة، هتنبسطوا بيها قوي. مبدئيا بعتذر عن ال، انا صورت مثلا في الارضيه الابيض هتلاقي ومضات كده من الكشاف، فده بيبقى غصب عني تماما يعني، فحاول اقللها كمان. لكن غير كده انا هكلمكم عن الحوض ده وهاخدكم لفه فيه حلو قوي، واقول لكم الفكره منه ايه وتبقى عامله ازاي، وممكن تكاليف مبدئيه، خصوصا الحاجات كلها رخيصه، كل اللي موجود فيه بثلاثه تعريف ممكن ما عدا الفلتر. انا ركبت له ميني كانستر عشان انا بحب الفلترة الزيادة، لكن انت تقدر تركب له هانج عادي جدا من ابو 200 جنيه مثلا، ده هيكفيه وزيادة وهيبقى زي الفل. تعالوا نشوف الحوض ونخش على التفاصيل، يلا بينا. سيداتي انساتي سادتي اجدد ابناء ذا ايجيبشن فيش توك، الحوض بتاع مجرى النهر
وليه اتسمى كده او اسمهم ستريم تانك او الريفر ستريم تانك او المجرى الاحاض بتاعت المجرى النهري. النهر عموما بينقسم لكذا شكل وكذا روافد. النهر بيبقى عامل زي الشرايين اللي بتجري في الجسم كده، في روافد اوقات زي الامازون مثلا ليه روافد موجوده في الغابات بتاعت الامازون، فالغابات الخشب لما بيقع في الميه والحاجات دي مع ان التيار ما بيبقاش عالي قوي فبيعمل بلاك ووتر او دارك ووتر اللي هي لونها اسود تقريبا. لو قست تي دي اس هتلاقيه ايه 5 4 6 حاجات كده قليله جدا، ميه نقيه جدا ولكن الميه لونها غامق قوي. فمعنى ان تي دي اس قليل معناه مفيش معادن تقريبا دايبه في الميه يعني. فده بيبقى موطن التترات والكلام ده والديسكس والانجل، الحاجات اللي بتحب الطيارات الخفيفه عموما. لكن الجابيز والكلام ده بتحب الطيارات السريعه شويه. الروافد بقى اللي فيها طيارات سريعه شويه اللي هي بتبقى قبل الشلالات على طول او قبل المصبات بحبه، تبقى النهر ابتدى الشرايين دي معدلها يقل قدام بقى خلاص قبل المصب، وكمان المايه بتبقى اسرع. فالمايه لما بتبقى اسرع بيبقى المعامل بتاع الحفر او النحت بتاع المايه في التربه وفي الصخور اعلى، فما بتلاقيش صخور كتيره قد ما هتلاقي زلط هو اللي صامد والميه بتحفر على الزلط ده الشكل اللي انتوا شايفينه ده مثلا، يعني المجسمات اللي انتوا شايفينها دي الميه بتحفرها وبتحفر الزلط لحد ما تطلع منه الوان وطبقات تانية خالص. فالمنظر ده او المشهد ده بيعبر عن الاجواء دي، بالاضافه الى ان الرمل اللي في الارضيه بيتزق بشكل كبير، فبتلاقي رمل في الارضيه زي ما انت شايف كده مع شوية طبعا كسر زلط و زلط صغير. انا استعنت بكيس كده من الحاجات اللي بتستخدم في الاحواض المالحة، لقيته عند خالد طاهر قديم فعملت بيه. ممكن الجرش مكرونة يعمل الموضوع ده. الاحواض دي البيتش بتاعها عالي شوية، مناسب قوي للجبي ولبعض الاسماك زي الثريت فين ريمبو الكلاون كيلي. انا يعني هغير مود التصوير بس ده مود مناسب اكتر للمشاهد البعيدة شوية، هنخش سمكة كده سمكة وافرجكم ايه اللي موجود فيه. فالمهم ان كمان بيطلع فيه شوية نباتات بتقدر تتحمل الطيارات دي الى حد كبير. يعني لما اضفت الفلسناريا اللي هي ملولوة دي شوية دي عملت شكل حلو جدا. ممكن اضيف فلسناريا اكتر في الخلفية اللي هي الطويلة بحيث ان انا كفر الخلفية دي كلها زرع، هيبقى شكلها حلو قوي قوي قوي، بس انا كانش عندي في السيناريو تكفي. مستر الاحواض دي تانية ان هي شديده النقاء، بتبصرها ما شاء الله نقيه جدا، تحس ان مفيش ميه فيها اصلا. بس ده بيرجع برضو الفلتر، انا حاطط ميني كانستر، ودي ترجع برضو ان انت حطيت فلتر هانج محترم هتاخد نفس الاداء. رمل عادي جدا عجمي كيلو ما كملش 10 جنيه. ده الصخور اللي بتبقى موجوده عند الناس اللي في الامام اللي هي مستلزمات البنى بتاعت الجناين والكلام ده. خالد منتقي منها مجموعة مميزة قوي من الاشكال وحطتها في المحل نيموفش بشكل كبير، عامل 3-4 رفوف بقى من الاشكال الجميلة، فتقدر انت تجمع شكل مميز من نفس النوعية تقريبا يديك الشكل اللي انت شايفينه ده، شكله حلو قوي قوي قوي. طبعا ده بيبقى ليه سكيب شوية، ليه حتة جمالية كده، ده اللي احنا عملناه انا وريمون واحمد. يعني كان يوم حلو قوي 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 يعني. ف تعالوا نخش نتكلم على التفاصيل اكتر. ده الحوض ال 80 36 في 36 في 36 مقاسه كشاف الى حد كبير عالي. الكشاف ده تم تعديله عن طريق خالد طاهر راكب فيه الدات كري، هو صغير بس عشان يدي الاداء اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نخش على التفاصيل بتاعت الحوض. هتكلم من اول اللزق بتاع الازاز، ده لزق خالد بيه طاهر، فهتشوف التفبص يعني بالمسطره. المشكله الاحواض اللي هي المكعبه دي ان هي شايله ميه كتير، بيتهيألك ان هو حوض صغير 36 في 36 في 36 50 لتر تقريبا او 48 لتر، ده كتير مع كم الديكورات والزلط ده تقيل. بنصح برضو ان انت تحط الشبك البلاستيك اللي انا بحطه دايما تحت الديكورات التقيلة
عشان توزع الحمل عشان الحوض ما يتكسرش. هوريكم منه انا. هو ده الشبك البلاستيك. بتحطه تحت الزلط اللي انا وريته لكم. في الميكنج انا وريته لكم عشان معلش الحلقه دي بعد الثانيه باربع ايام ولا حاجه. فالشبك البلاستيك ده ممتاز جدا، مفيد ان الحوض ما يتكسرش، فانت تبقى حاطط الديكورات بامان. انا حطيت حاجات كده زي الكاوتش في الحته ان الزلط مريح فيها على الازاز عشان ما يتكسرش. وزع الحبر. ميزه الاحواض ال 80 والسنتي اللي هي ال 10 مللي، ميزه الاحواض ال 8 مللي وال 10 مللي والكلام ده، ان الجزء ده الحواف دي بتبقى تخينه شويه، فلما تيجي تتلزق بيبقى فيه مساحه كبيره يمسك فيها السيليكون، فبيبقى امتن كتير مع سمك الازاز عالي، فانت ما تقلقش تبقى قاعد قدام الحوض مش قلقان. لما انا جبت 6 مللي ده كان تسرع مني، وخالد نصحني قال لي بلاش مش هينفع، بس انا تسرعت لان انا بصراحه لما بيجي لي فكره حوض ببقى متحمس جدا ومتسرع جدا وعايز الم الحاجه بقى ويلا عايزين نشتغل ونعمل، فببقى خلاص الفكره اتبلورت في دماغي وانا شايف الحوض، فانا عايز انفذه قبل ما الفكره ممكن حاجه تعطلها او حاجه تبوظ، فانا بنفذ بسرعه جدا. فبنصح اي حد بيعمل اي حوض مش اقل من 8 مللي عموما بقى، مش اقل خالص من 8 مللي. رمل عادي جدا عجمي اللي في الارض ده عامل شكل حلو يعني، او سلكه ناعم خالص ينفع برضو يمدي شكل حلو، وشويه كسر مكرونه مع زلط كده صغير او صخور صغيره شويه وزلط وفي السيناريو بس كده، مش تعمل حاجه اكتر من كده. الجابي بيعشق الجابي، على فكره بحب البيتش العالي، بيعشق الاجواء دي بيعشقها. بص بقى تشوف بقى الوان السمك سبحان الله، بص بقى الجمال بقى مبسوط. طبعا الرويال فيرويلا حاضره بقوه ما شاء الله، انا كنت واخدها عند الحاج محمد حلمي فتله. فالجابي ده بتاع الاستاذ كمال النمر كان مهديني بيه، والرويال فيرويلا دي الحاج محمد حلمي هو قواقع. طبعا الحوض بقى كماتيريال الصخور والازاز والرمل والحاجات دي والفكره خالد طاهر. كاجواء بقى جوه سمك تحس ان هو مبسوط كده يعني، بص بقى السمك تحس ان هو مبسوط الى حد كبير. دي رويال فيرويلا تانية كانت عندي برضو. الحاجات بقى اللي بتمسح الطحالب او بتشيل الطحالب بتبقى مبسوطه قوي، لان الزلط ده بيطلع عليه شويه طحالب كده خفيفه، فبيقعدوا بقى يبص يقعد يسيقوا زي ما بيقولوا. الاجواء بتاعت الصخور والحاجات دي في سمك بيحبها قوي 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 يعني. هنا في اتنين هاني جرامي مستخبيين ولاد اللذين، واحده منهم اهي بيطلعوا ساعه الاكل، بيبقى شكلهم حلو قوي. ممكن نحط اكل مع الحلقه كده نتفرج عليه. ستريت فين ريمبو. هو مش شرط طبعا ان ده الحوض بتاع المجرى النهري السريع شويه، ده معناه ان انا اجيب الميه بقى اخليه ايه يعني، لا احنا بناخد ستايل الشكل، لكن التيار مظبوط ما فيش مشاكل يعني. التيارات دي تيارات مناسبه للتترات مناسبه حاجه، بس التترات بتحب البي اتش الاقل من ده، فبتفضل الجابي والنيون الى حد ما بعض الانواع بتحب الاجواء دي يعني الثريد فين ريمبو. الكلاون كيلي بس عايزين نزوم عليها شويه عشان دي شقيه شويه. كلاون كيلي اهي مبسوطة جدا وان شاء الله بطنها مليانة وملظلظة وملونة والدنيا تمام جدا. بعض النباتات الطافية لا تضر، انا بعشق النباتات الطافية. ده فروك بيت تقريبا، ده فروك بيت، وده فروك بيت لونه احمر، ودي انا مش عارف اسمها بس انا بعشقها. مش هتضر، شكلها حلو قوي. الحوض مناسب للناس اللي بتحب الاحواض البرايت قوي او الملونة قوي الواضحة الجميلة. ما اعتقدش هتبقى تجربة مع الطحالب ضئيلة جدا، لان البي اتش عالي قوي وكده والحوض برايت قوي. اعتقد مش زي الدارك ووتر، بحس الدارك ووتر بيطلع له طحالب اسرع من الحاجات اللي فيها بي اتش عالي، بس برضه بيطلع طحالب يعني. الطحالب بتطلع سبحان الله في اي حتة، عندها قدرة على التحمل كبيرة. تترات ماشي، اعتقد الى حد ممكن كاردينال، ممكن رومي نوز تبقى شكلها تحفه.
الجابي اساسي معانا. المولي برضو بيحب الاجواء دي، بس انا محبش ميكس الجابي والمولي ده، مش دماغي خالص. اسماك بريست النوز عندي هنا، بريست النوز جريت من تلازينة. اي بص بيبي جريت برضو، استنى 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 اوز البيبي الصغير ده، عندي ثلاثة بيبي صغيرين كده. قواقع شغال، جمبري انا خاطب جمبري، انا مش عارف مش لاقي منه حاجة حاليا، مش عايز اقرب قوي عشان الواميل ده ما يضايقوش، بس انا حاطط بص جمبري اهي برضو مبسوط. الامانو شريمب الكبير هنا عامل شكل حلو قوي لما يظهر. تعال نحط اكل كده نشوف ايه اللي هيطلع ياكل، يلا بينا. بص الاكل انا حطيته ده انضف اكل انا اتعاملت معايا في الهواية لحد النهارده، الجي بي ال النوفو تاب ده، الاقراص عموما كفكره حلوه قوي يعني، كمان بتتفكك بطريقه جميله. السمك اللي بيحب ينقر في الحاجه بياكلها، السمك اللي بيحب يمسح الازاز بياكلها، الجابي زي يبتدي يشم هيبتدي ينزل ياكل. وبصوا الايرل فرول اللي هتيجي برضو، هتلاقي في كولي لوتشي هنا برضو، انا حاطط كولي لوتشي في الحوض. ابص الجابي ابتدى يظهر، بصوا ان شاء الله الشكل بتاع الديل يعني شكله جميل جدا لطيف. الجابي ابتدى يهجم عليها اهو، فهو حوض مسلي، المقاس مناسب قوي المكتب قوي. طبعا المقاس ده يتيح لك انت تفلتر براحتك، تحط سخان بعد كده براحتك، تعمل اي حاجه براحتك، فانت مش مقيد باي طريقه او اي صوره من الصور. الزبرا سنيل هنا برضو شكلها حلو قوي، بص بقى اللي شم الريحه وابتدى يبص كده من بعيد وتسحب. الهاني جرامي دي سمكه زي العسل، ولونها حلو وبتضيف اللون الاورنج او الاحمر للاحواض بشكل كبير جدا. الستريت فين ريمبو بقى بالذات لما بتفرد بقى جناحاتها وتتفرج عليها بتبقى شكلها تحفه قوي. طبعا الجابي اول ناس بتنزل تاكل هنا، مش هترحم القرص اصلا يعني، انا عايز بس اثبت الدنيا شويه. بصوا ما شاء الله الله اكبر، يعني اقبال تاريخي من الجابيز. والجابي بقى لما تديله اكل دراي فود كده حلو هيلثي شويه، تاخد منه اداء عالي قوي 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 قوي. طبعا الزلط والحاجات دي موفره مخابئ، لو الجابي حب يعمل بريد فيها يتكاثر بتاع ما فيش مشكله خالص. اي سمك صغير اللي شايفه برده مناسب جدا هنا، البامبل بيكو بيبقى شكلها حلو قوي في الحاجات دي. لا هي تناسب سمك كتير جدا. الرمريزي ممكن يجي هنا يستخبى له في الزلط برضو عادي مفيش مشكله. بص مين اللي ضرب الجابي وجه، يعني بص انت واخد فكره بقى عن الرويال فيرويلا ان هي فرفوره وبتاع وكده، لا مفيش الكلام ده هنا خالص، ضربت الجابي وجهد على طول تاكل. ابص برضو اهو ابتدى الصغير يبان اهو جاي بيتسحب. الكوميونتي حلو يعني، في احداث بتحصل في الحوض، في احداث تصورها، في حاجات تاخد منها شطات شكلها حلو فعلا، منور، معظم السمك اكسبوزد يعني ظاهر، ما عدا الهاني جرامي دي هتاخد وقت. بص جمبريه جايه في السكه لونها احمر، النوبه بنحب جانب. ف والجمبري التاني اهو ابتدوا يظهروا، فالموضوع حلو جدا. حتى النباتات اللي بتتزرع فيه في السيناريا اوكي، انوبيس ماشي، الحاجات اللي بتستحمل بتطول بشكلها حلو وفي نفس الوقت ما بتاخدش مساحه. الفيرسيناريا دي عامله شكل حلو قوي بصراحه، شبه الطحالب البحريه، عامله زي البلياموس، والبلياموس بقى طبعا هتيجي هنا تبقى جامده جدا جدا يعني. ف ده اجدد فرد في العيله، حبيت اعمل لكم حوض جديد اشارككم التجربه. حوض رخيص مش غالي، الحوض 8 مللي طبعا انت وشطارتك، الازاز ده انا مش هتكلم فيه، انت وشطارتك يعني تقدر ان انت تتصرف في الازاز ده براحتك انت بقى، انا هسيبها لك. فلتر عادي ب 200 جنيه كشاف بقى، ممكن تجيب كانديلا شغال اي كشاف، بس حاول تجيب كشاف عالي ابيض او فيه الاطياف كلها يعني، ده فول سبيكترم شويه كشاف عشان يظهر بس الشكل. تنقي شويه زلط شويه رمل وشكرا، اللعبه كلها في الشكل وفي الديكور مش في الفلوس يعني. برضو اهو حوض جميل جدا جدا جدا، ما تكلفش حاجه تقريبا يعني، شويه نباتات طافيه بالسيناريا رخيصه جدا، والدنيا تمام قوي 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 عند اخوكم اسلام طه. الحلقه دي الحلقه دي برعايه نيمو بيت شوب، الموجود في المقطم في شارع 9.
تقدر تعمل سيرش على نيمو بيتس او بيت شوب على جوجل مابس، هتلاقيه موجود في مقطم شارع 9. خالد طاهر موجود واحمد الصاوي، هما الاثنين شركاء في المحل وهما اللي بيديروا الدنيا دي كلها. وطبعا انتوا عارفين دماغ خالد، انا بثق فيه جدا يعني في حاجات كتير، فان شاء الله تلاقوا حاجات تعجبكم يعني. واحنا لسه ما غطيناش المحل، بيظبطوا فيه حاجات وهننطلق قريب جدا 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 جدا. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل شير لاصحابك المهتمين بالهوايه، وريت تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.